السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي في واحد الدرس جديد لتعلم اللغه الاسبانيه للمبتدئين. في هذا الدرس ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش ان هذيك الروابط يمكن لهم انهم يغيروا المعنى ديال الجمله. واحد الدرس بسيط وقصير بحال دائما. نبداو على بركه الله. مثلا اذا بغيت نقول بالاسبانيه انني باغي شي قهوه، بكل بساطه كنقول كييرو اون كافيه. كييرو اون كافيه. كييرو اون كافي، خصني قهوه. واذا بغيت نزيد معهم الرابط كون، نقول زعما مع شي حاجه، بالاسبانيه كنقول كييرو كافي كون ليتشي. كييرو كافي كون ليتشي. كييرو كافي كون ليتشي، خصني القهوه بالحليب مع الحليب. بكل بساطه اذا كنت ما باغيش القهوه بالحليب غنقول No quiero café con leche. No quiero café con leche. No quiero café con leche. انا ما خصنيش القهوه بالحليب. وبطريقه اخرى باش نستعمل الرابط بدون سين، غنقول quiero café sin leche. Quiero café sin leche. كييرو كافي سي ليتشي، خصني القهوة بلا حليب. كما كتلاحظوا بأن الأمر بسيط جدا، بدلنا كون بسين. مثلا إذا بغينا نستعملوا الرابط دي اللي هو المعنى ديالو ديال، كنقولوا حنايا بالدارجة المغربية. مثلا يمكن لي نقول كييرو كافي دي براسيل. كييرو كافي دي براسيل. كييرو كافي دي براسيل. انا باغي القهوه ديال البرازيل. ولا مثلا اذا بغيت نطلب القهوه نشي شخص، مثلا الخوان، غنقول كييرو كافي بارا خوان. كييرو كافي بارا خوان. كييرو كافي بارا خوان. انا باغي القهوه نخوان. عاجي شي واحد يقول لي خاي محمد بغينا نرجعوا هاد الكلمات كيفاش نديرو؟ سهلة، هاد الكلمات كاملين اللي ذكرناهم في الدرس هادوما وكاين دروس واحدين اخرين، اجبروهم بطبيعة الحال في الصفحة الرسمية ديالنا cousinmz.com اللي غنخليها لكم بطبيعة الحال في صندوق الوصف. ما تنساوش اخواتي تشتركوا في القناة ودعمونا بشي لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.